واليوم غادي نشارك معكم الاسرار ديال المحلات، كيفاش تحصلي على كالامر مقرمش من على برا وزبده من الداخل، كيجي رائع ولذيذ بزاف وبطريقه اللي بسيطه. اول حاجه كناخذ الدقيق، كنضيف ليه شويه ديال الملحه وشويه ديال التحميره والابزار، غير شويه شويه من الحاجه، ما تكثروش من التوابل باش هكا ما يتغيرش لكم المذاق ديال الكالامر ديالكم. كنخلط هذاك الدقيق وكندوز كناخذ كميه ديال الكالامر اللي كتبقى على حسب عدد افراد العائله. انا شريته هكا واجد مقطع، نتوما الا كنتو غتقطعوه في الدار فحاولوا دوك الشرائح ديالو تكون متوسطه ما غليضاش ما رقيقاش. كنديرو في الدقيق ومباشره كندوز كنطيبو. السر ديال هاد الكالامر هذا كيفاش كيجي مقرمش من على برا وطري من الداخل، السر فقط في الطريقه ديال الطياب، راه ما كيضيفوا عليه لا حليب لا حتى شي حاجه، ما كاين حتى شي يعني اضافه اللي كتعطيه هذيك الطراوه. بالنسبه للطريقه ديال الطياب، حاولوا تستعملوا واحد المقيله اللي تكون صغيره وكثروا فيها الزيت. الا استعملتوا مقله كبيره خصكم واحد الكميه كبيره ديال الزيت، وهذيك الزويته تكون سخونه مزيان مزيان ويكون يعني مشعل عليه على اعلى درجه، كيطيب ما بين جوج دقائق وثلاثة ديال الدقائق فقط، ما كنفوتوش ليه ثلاثة ديال الدقائق. غير كيفوت ثلاثة ديال الدقائق ديال الطياب كيبدا كيقصح من الداخل. اول ما يبان لكم بان داك الدقيق اللي الفوق بدا كيتحمر صافي كتحيدوه. شوفوا معايا التقرميشه ما شاء الله كيفاش كتبان، يعني هكا فاش كتبداو كتصفيوه من ديك الزويته كتسمعوه كيتخرشش، ومن الاحسن تحطوه فوق من واحد الشبيكه اولا فوق من واحد ورق المطبخ باش هكا كيتشرب هذيك الزويته اللي كتبقى كتقطر منه، وفي نفس الوقت ما كيعرقش وكيبقى مقرمش. انا في الاول حطيته في واحد الزلافه ولكن من بعد عاود حطيته في شبيكه باش هكا كنحصل على ديك القرمشه. صافي وكنكمل الطياب، ما كاين حتى شي سر نهائيا غير الطريقه ديال الطياب خصها تكون صحيحه. هنا غادي نشارك معكم واحد العويصر خفيف ظريف صحي ولذيد، كنحتاج فيه جوج قطع ديال سكينجبير طري حامضه اللي كنحيد لها العظم وكنحيد لها القشره، كنحيد هذيك القشره البيضاء اللي فيها وكلشي. من بعد كنضيف حبه ديال الخيار خليتها بالقشره ديالها هي والسكينجبير، لان من بعد غادي نصفي العصير. كنضيف العسل باش غادي نحلي العصير ديالي، تقدروا ديروا السكر، انا بغيتو يكون صحي فاستعملت العسل الحر. وكنضيف واحد لتر ديال الماء وكنطحن العصير ديالي. غادي تقولي علاش خليتي الخيار والسكينجبير بالقشره ديالو الحامض؟ لا، لان الحامضه ديك القشره ديالو كتعطي مراره للعصير، وبالتالي ضروري كتحيدوا هذيك القشره الخضراء والقشره البيضاء وحتى العظام. صافي كنطحن وكنصفي وكنحصل على العصير لذيذ بزاف. هذه طريقه للتزيين ديال الكؤوس فاش غادي نقدم العصير ديالي اختياريه. كندهن هذوك الكؤوس بالعسل وكنمرمدهم هكا في السنيده، ومن بعد كنصب فيهم العصير، كيجي الشكل ديالهم زوين بزاف. شوفوا لي ما شاء الله العصير كيفاش كيجي خفيف ظريف وبنين. شوفوا لي الكالامار بعد ما ساليت الطهي ديالو كامل كيفاش كيجي غزال، اللوين رائع بزاف، مقرمش من على برا وطري من الداخل. غادي نوريكم الشكل ديالو. من بالنسبه للروز غادي نشارك معكم الوصفه ان شاء الله في الفيديو القادم. الروز حتى هو كيجي بنين بزاف، حبه على اختها بخضيره مع شويه ديال الكروفيت، كيجي رائع. شوفوا لي ما شاء الله العصير، وشوفوا لي ايضا الكالامار كيفاش كيجي من الداخل، كيجي طري وتماما بحال اللي كنشريه واجد من على برا. سجلوا عندكم الوصفه بصحه وراحه، والى اللقاء فيديو قادم ان شاء الله.